في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي في بحر العرب وقع حادث بخصوص ناقلة النفط الفيتنامية. بعد نحو 10 أيام وردت 3 روايات حول الناقلة، حول الحادثة. رواية إيرانية وأخرى أمريكية تناقضها، ورواية شركة تانكر تراكرز التي شككت برواية طهران وأوضحت مسار الناقلة. فما الذي حدث؟ نبدأ أولا بالرواية الإيرانية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته أحبطت في 24 أكتوبر محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط محملة بنفط إيراني، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير، ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى وقادتها إلى جهة مجهولة. لكن بحرية الحرس الثوري قامت بإنزال جوي على متن الناقلة وصادرتها بحسب رواية إيران، التي أضافت أن القوات الأمريكية حاولت مجدداً إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية لكنها فشلت أيضاً. إيران زعمت كذلك بوقوع مواجهة بحرية بين الحرس الثوري والقوات الأمريكية بسبب ناقلة النفط في بحر العرب، وهذه بعض الصور التي نشرتها إيران لحادثة الناقلة. من جانبها نفت واشنطن الرواية الإيرانية بالكامل ووصفها البنتاغون بأنها غير دقيقة وكاذبة، مؤكدا أن السفن الأمريكية لم تبذل أي جهد للاستيلاء على أي شيء. وتوضح رواية واشنطن أن البحرية الأمريكية رصدت بالفعل قوات إيرانية تصعد بشكل غير قانوني على متن سفينة أثناء إبحارها في بحر عمان واستولت عليها وصادرتها. وعلى الأثر طلب الأسطول الخامس من سفينتين دعماً جوياً لمراقبة الوضع، لكنه لم يحاول مصادرة الناقلة بحسب البنتاغون. وأكد مسؤولون أمريكيون أن ناقلة النفط التي استولت عليها إيران ترفع علم فيتنام، ولا تزال طهران تحتجزها. المزاعم الإيرانية بخصوص الموضوع المتعلق بمصادرة قواتنا للنفط غير صحيحة وخاطئة تماما، فإيران قامت بنشر معلومات مضللة بخصوص المواجهة البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية تحترم القانون الدولي وحرية الملاحة على خلاف إيران التي تنتهكها، فلقد كذبت ولفقت قصة المواجهة البحرية مع قواتنا، ونحن لم نعلن عن استيلاء إيران على الناقلة لأننا كنا نراقب عن كثب. الحسم حول ناقلة النفط جاء في رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية المتخصصة بتتبع الملاحة البحرية. الشركة شككت في رواية الحرس الثوري وأوضحت أن الناقلة الفيتنامية غادرت الشرق الأوسط يونيو الماضي محملة ب700,000 برميل من النفط الإيراني، وقد أمضت نحو 6 أسابيع قبالة سواحل الصين في انتظار السماح لها بدخول ميناء لونكو، لكن السلطات الصينية رفضت السماح لها بدخول الميناء، لذا اضطرت السفينة للعودة إلى الشرق الأوسط بشحنتها. ورجح الموقع أن ميناء بندر عباس كان الوجهة الوحيدة التي كان بإمكان الناقلة التوجه إليها، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على نقل الشحنة النفطية من الناقلة الفيتنامية إلى ناقلة أخرى تحمل علم إيران.